يا سميدة حمامة دا يا شيجاني وخريدار السفاريش يترواح. أح عرفتي ولا؟ واجبت معايا شي برد من خنيفرة وسانك سانك داكش. عرفتي حنا في خنيفرة راه ما عندناش البرد، عندنا البرد البلدي، ما كانش المزاح. عرفتي حنا في البرد، انا بعدا في البرد راه كان بدا نخمم شي مره، كان نقول ما كرهتش نخشي رجلي في جيبي بكثر البرد اللي كان في خنيفره، ما كاينش المزاح. عرفتي انا واحد المره كنت في البلاد غادي فوق واحد البغل موديل 86 ديواني ب 94، هو يبان لي البرد جاي هو ولادو حالف ما يمشي حتى الصيف. عرفتي اش جاي معاه ولا؟ وجاي معاه غير السميقلي والكز والزفزوفي، وجايه معاه حتى مرتو حتى يقولوا لي هالليالي. ما كاينش مزاح. وهاديك مرتو الليالي بانت لي هازه معاها واحد باقي صغير تيقولوا ليه الغربي. هذاك الغربي ما كرهتش كون شديتو درتو في شي خنشه ولا في شي صاك ونسد عليه حتى شهر 8 ونخرجو نتبرد به. ما كاينش المزاح. عرفتي حنا في البرد ولا كي تنوليو؟ تنوليو كارمين. حنا هاد الحركه هادي راه كنديروها ماشي لحيدوس ولا شي حاجه، هادي راه غير كنسخنو بها باش ما نكرموش. ايه لحقاش الا بقيتي وقفتي هنا في خنيفره غادي تكرم. حنا راه في خنيفره ما كنتسالموش، كنتسالمو غير من بعيد حيت نكونو كارمين. الا مشينا تتسالمنا من حنا كتسمع التقرقي بحال الخاوي. ما كاينش بزاف. نكمل لكم على البرد اللي جا هو ولادو. بان ليا البرد جاي قاصدنا للدار، وانا نوض كنجري وانا نسد الباب، وداك البرهوش ديال ولدو السميقلي وادخل من الشقه ديال الشرجم. مشاكل صاف، ما كانش المزاح. واش عرفتي ولا؟ وغير تيدخل عندنا حنا البرد للدار تنحيدو البريز للثلاجه وكنستفو فيها الصبابط. ما كاينش مشكل نضيف عندك. ايه واحد القضيه خصكم تعرفوها في البرد ديال الخنيفره. حنا راه في الخنيفره غير كيدخل البرد ما كنبقاوش نديرو كسكسو نهار الجمعه. ايه تنخافو لا ناكلو نحلو فمنا يدخل البرد يولي كسكسو في كرشنا تبروري. ايه ما كاينش المزاح. هاي 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 درتو الزين تبارك الله عليكم. هاي 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 اول شوف، ولكن ماشي بحال الزين ديال الخنيفره. عرفتي البنات الزوينات نتوما تبارك الله عليكم راكم زوينين تبارك الله عليكم، ولكن البنات ديال الخنيفره عرفتي واحد القضيه في البرد، البنات ديال الخنيفره راه كيديروا المكياج مره واحده تيكرم في وجهه ما تيذوب حتى الصيف. ايه ما كاينش مشكل، ما كاينش مزاح. الله يعطيكم الخير، الله يعطيكم الخير. عرفتي واحد القضيه، داك البرد جا عندنا حنا الخنيفره هو يجلس. واحد النهار صيفطاتني الوالده قالت لي هاك دير الخبز للفران. خارج انا فرحان من الدار غادي ندير الخبز للفران عاوتاني. غادي في الطريق وتنحس بالتشخويش مورايا، درت وانا لقاه البرد بغا يضربني. وحيت كنت خارج غير بواحد الشورت ويحقر عليا، وانا ندخل للفران وانا نحط الخبز وانا نقول ليه وادخل الا كنتي راجل. هو يبان ليا واحد شري ويل ديال مول الفران، قلت غادي نقضي به وانا نلبسو وانا نخرج في وسط البرد عاوتاني.
ما كانش المشكل. غادي والحال سخون والسروال سخون، شي شويه بدا السروال كيبرد. ايا بديت كنحس بالبروده داخله ليا مع ظهري. غدرني ماشي البرد، السروال ديال مول الفران كان مشرق. مشاكل صافي. واش عرفتو ولا؟ ووليت مريض، انا مريض. مشيت للدار، امي ميتي حناء، امي ميتي راسي مع الكرشي مع ضلوعي واكي واكا عباد الله. قال لي الوالد مالك؟ قلت ليه ضربني البرد. جا حط يدي على راسي لقى فيا السخانه، فيا البراده، فيا حوال الطقس كاملين، كان فيا مرض هائجي لا قليل هيجان. ايه واش عرفتي ولا؟ واحد القضيه الله يرحم الوالدين خصكم تعرفوها، حنا في الدار راه الا كنتي مريض ومشيتي حتى ضحكتي غير بالغلط كتولي كذاب وما مريض ما والو. اما الا مشيتي حتى كليتي كتولي كذاب بقريضو. ما كاينش المزاح. ايه داك النهار شافني الوالد مريض بغى يمشي يجيب لي الدواء. خرج مشى للفرماسيان يجيب لي الدواء وانا نوض انا كناكل. ايه هذا راه الوالد. جا الوالد دخل عندنا للدار هو يشوفني كناكل هو يرجع مع الباب. الوالد ارى الدواء. قال لي القوالب اللي كدير معانا فين يبانو القويلبات ديال الفرماسيان. ما كاينش نزاع. مشاكل صافي. داك البرد كيسالي معانا حنا. الوحيد في عائلتنا حنا اللي كيتشمش طول العام واش دي لي في زاكوره. هذاك راه حنا كنكونوا كنقفقفوا في البرد في خنيفره هو راه في زاكوره مشمش واحد جدي قرع تيدير يديه في الماء وكيحطهم فوق راسه وكتسمع الله البرود. بارك الله بارك الله بارك الله. والحال سخون هنا والضواو وجاني راسي بديت كنسخن. عرفتي بهاد الضواو هادو بدا كيبان لي راسي بحال شي دجاجه. نمشي نخرج قبل ما نبيضها هواوي. السلام عليكم.